أن من أعظم عوائق العلم وعدم تحصيله ألا يعمل المرء به، فإذا لم يعمل المرء بالعلم الذي تعلمه فإنه يكون سبباً لعدم البركة فيه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. يعملوا بها. المرء إذا عمل بعلمه فهو الموفق. ولذلك جاء من حديث مطرف بن عبد الله وروي مرفوع من حديث المسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم الخشية. الخشية، الخشية لله عز وجل. فمن عرف أن هذه الصورة صورة من الربا، أو أن هذا التعامل تعامل من الرشا الرشوة، فتركه بعد علمه، فهذا الذي يبارك له في علمه، هذا الذي يبارك له في علمه، لأنه علم فترك، علم فعمل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ويعرف بصومه إذا الناس مفطرون، ويعرف بسكوته إذا الناس خائضون. صاحب العلم يجب أن يعرف، يجب أن يظهر على آثاره. إذا لم يظهر على آثاره فيجب عليه أن يراجع نفسه. معناه أن العلم الذي تعلمت فيه مشكلة. قيل لمزاحم: إني دخلت بلدا فمن أعلم أهل البلد؟ قال: أتقاهم. كلما كان المرء تقيا لله عز وجل، وأعني بالتقي من يعمل بعمله، فهو العالم، هو العالم حقيقة. وأما قول بعضهم: خذ علمي ولا يضرك تقصيري، هذا من باب التواضع منه، ولكن يجب على العالم أن يتقي الله عز وجل، وطالب العلم عموما أن يتقي الله عز وجل، وليعلم أن الشأن عليه أعظم من الشأن من غيره. الناس ينظرون لصلاتك إذا كنت إماما، وينظرون لمحافظتك على السنة إن كنت منسوبا للعلم وطلبه. فالمقصود أنه يجب على المرء أن يعنى بالعمل بالعلم لكي يثبت وألا ينقص وتذهب بركته.